السلام عليكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي في مدرسة تغريد الابتدائية. اسمي ست مريم، معلمتكم المادة التربية الإسلامية لهذه السنة إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله تكون هذه السنة سنة خير وفرح وسعادة وتخلص من جائحة كورونا. وإحنا ما ننسى نصائح وتعليمات الوزارة الصحة إنه تعقيم اليدين دائماً، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، وعلى مبدأ الدين الإسلامي مالتنا لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر إنه ما نأذي نفسنا، لأن هذه نعمة الله نطانا يانا هذا الجسم، لازم نحافظ على نفسنا. شو ما نأذي نفسنا، ما نضر نفسنا، ما نختلط بالأشخاص اللي عندهم مرض الكورونا، ما نلتقي بمجموعات كبيرة وماكو أي تباعد، ماكو أي تعقيم، ماكو كمامات، حتى نحافظ على جسمنا. لا ضرار إذا كنا إحنا مرضى أو أحد من عائلتنا، ما نخرج خارج البيت وننقل المرض الباقي للناس. فإذا هيجي اتبعنا نصيحة الرسول بالدين الإسلامي، لا ضرر ولا ضرار. إحنا اليوم نتكلم عن شنو؟ عن التربية الإسلامية. زين ليش اسمها تربية إسلامية؟ ما قال بس الإسلامية مثل الرياضيات مثل العلوم. التربية الإسلامية لأنها مو بس مادة علمية راح نتعلم شغلات مثل الرياضيات والعلوم، لا، هو الدين مالتنا، الدين الإسلامي اللي رب العالمين أنزل النبي القرآن الكريم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كان نبينا اللي فتح الإسلام على العالم كله وعلمنا تعاليمه ويا القرآن. تربية معناها راح نتربى وياها، راح نطبق التعليمات ضمن حياتنا. ممكن الرياضيات تطبقها جماعة طرحت بالفلوس، بس بالتربية الإسلامية راح تطبقها بخطواتك. انت قاعد، انت جالس، من دا تاكل، اكو هواية تعليمات وهواية آداب إسلامية بالتربية الإسلامية، ولهذا سميت التربية. اول شيء حتى نعرف طلاب صف الثالث، انتم ما شاء الله كبرتوا وصرتوا هسه صف ثالث. كتابنا بالتربية الإسلامية متكون من 5 وحدات، الوحدة يعني فصل. راح نلقي بكل وحدة سورة أو عدد من الآيات من القرآن الكريم. أنتوا تعرفون القرآن الكريم، إحنا ما شاء الله القرآن الكريم كبير وبي عدد من السور الضخمة وعدد من الآيات. فرح نلقي سورة طبعاً شرحها وشنو معناها وليش رب العالمين نزل لنا إياها وشنو القوانين اللي بيها لازم نفهم. ورح نلقي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نبوي شريف، بعض التعليمات البسيطة اللي وضح لنا إياها. رح نلقي عقائد دينية، موضوع عقائد، العقائد الدينية شنو اللي احنا مآمنين به مثل الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، هم لازم تنشرح. راح نلقي موضوع الأخ اسمه السيرة النبوية عن حياة نبينا محمد من أول من ولد إلى بعدين، طبعا انتو كل سنة راح تزيد شوية. وبالإضافة إلى الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية شنو الأمور اللي بحياتنا من الأدب انه نسويها وحثنا عليها الدين الإسلامي، سواء من القرآن أو من الحديث النبوي الشريف، حثنا عليها حتى نكون أشخاص صالحين، مخلصين، جيدين، مفيدين لبلدنا ومفيدين لناسنا ومجتمعنا. إذن بها عادة 5 مواضيع إلى 6 مواضيع بكل فصل. اليوم راح نبدي بأول موضوع وأول فصل من التربية الإسلامية من كتابنا اللي هو راح يكون من القرآن الكريم. هذا مقابلكم هو نفس كتابكم. راح نصفح الكتاب، طبعا انتو تعرفون تفتحون الكتاب من جهة اليمين، هنا هاي مقدمة يتكلم الكتاب شنو اللي بيه ومنو اللي سوى. اول موضوع عندنا بالكتاب هو من القرآن الكريم، الوحدة الاولى اسمها سورة الشرح. سورة الشرح، عفوا، سورة الشرح. القرآن الكريم متكون من عدد كبير من السور، كل سورة في داخلها عدد من الآيات. ست شنو آية شنو سورة، أكو بعض يخربطون شنو آية شنو سورة. مثل ما هسا عندي اليد، هذه يد، كم أصبع بيها؟ بيها 5 أصابع، إذن اليد متكونة من أصابع. نفس الشيء السورة متكونة من آيات، آيات. زين ليش رب العالمين سواليها آيات؟ خب هي سورة، وبعض السور مو هيك قصيرة، بعض السور عندنا طويلة، بعض السور تتكون من 20 صفحة تقريبا أو أكثر، مثل سورة البقرة هي أطول سورة موجودة عندنا في القرآن الكريم، فصعب على الناس تحفظها. أكو ما شاء الله قراء يحفظون، بس الأغلبية الناس أو عامة الناس صعب يحفظون صفحات طويلة طويلة بدون ما ينسون. فسواء هي على آيات
وبنفس الوقت وللأهمية همينة، الآية لما تقراها تتوقف مو مشكلة، ظهر المعنى المطلوب. رب العالمين من دا يوصل لنا القرآن الكريم يريد معاني معينة نفهمها، فأني من أقرأ آية مو سورة كاملة، من قرأت آية وصل المعنى للناس، إذا خلص الآية بعدها تكملت معنى، ومرات لا غير شيء راح تلقيه. إذا أول نقطة مهمة هاي نسميها سورة متكونة من عدد من الآيات. الآية رقمها ما يكون بالبداية، هي مو نقاط مثل ما إحنا نكتب، ما تكون بدايتها، رقم الآية يكون في نهاية الآية، يعني تقراها بعدين تجي تخلي رقمها. أو هي طبعاً هي مسلسلة موجودة بالقرآن، مو إحنا بدنا نخلي الأرقام، بس بعدين إن شاء الله من تبدون تكتبون خلينا رقمها. إذا أنا أبسط شيء من أجي أقرأ، ألم نشرح لك صدرك، لازم أوصل للدويرة اللي بيها رقم، ما يصير أوقف بالنص، ما يصير نوقف بالنص، ما يصير أقول ألم نشرح، لا. مثل ما إحنا عندنا تعليمات مثلا أنت دا تريد تقولها الماما في جملة معينة، ماما بابا رح وتوقف، رح زين بابا شنو؟ بابا رح شنو؟ أو المعلمة ت، معلمة شنو ت؟ دا تاكل؟ تمشي؟ تلعب؟ تدرس؟ فلازم نكون واضحين، لازم تكمل حتى المقابيلك افتهمها وانت هم افتهمتها. الآية لازم تكمل توصل للرقم، وصلت لهنا توقفت ماكو أي مشكلة، صدق الله العظيم وخلاص، انت ما سويت أي غلط، حفظت بعد أكثر مو مشكلة، بس المهم مو بالنص نوقف، لازم نوصل للرقم. إذا سورة متكونة من عدد من الآيات راح نقراها، لأن اليوم احنا عندنا أول شيء موضوعنا، احنا قلت نقراها، احنا ما راح نقراها، احنا راح نرتلها بالقرآن. ذكر ورتل القرآن ترتيلا، ترتيلا اللي هي هسه راح تسمعوني بيها الحركات تكون واضحة وبيها نوع من اللحن. ما قال اقرأ القرآن قراءة صح؟ لان هو مو قراءة، ولا هو مثلا علوم دا تقرأ، ولا هو كتاب عادي، لازم بي ترتيل. زين ليش نرتل؟ لما انت ترتل راح تحب اكثر، راح تندمج وياه اكثر، راح تحفظ اكثر، راح تحب المعاني، راح يسمعك راح يقول الله ايش قد حلو من دا يقرا. شوف جرب هسه شوفني انا شلون راح اقراها قراءه وبعدين ترتيل، راح تقولي ست انا ما اعرف ارتل. مو مشكله حبيبي، احنا شويه شويه راح نتعلم، انت كل ما راح تكبر راح تبدي شويه شويه تتعلمها، واهم شيء انت دا تتعلم، اذا انت دا تحصل اجر يا رب العالمين. فلما تجي تتعلم الاسلاميه راح يصير لك اثنين، اجر التعلم واجر تعلم الدين مالتك، وانت مهتم بالسور والايات انه ترتلها مثل ما يحبها رب العالمين ونبينا محمد. شوف راح اقراها قراءه كانها ما عندك قراءه عاديه، وراح اغير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك، هاي قراءه، اسمع الترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، صدق الله العظيم، أكو غير شكل حسيت نفسك حبيتها، ما راح أقرأها قراءة عادية، راح يورى شوية الضوج، لأن إحنا مو دائما المعاني كلها راح نفهمها، شوية المعاني اللي بالقرآن الكريم شوية صعبة علينا، لأن إحنا ما نتكلم اللغة العربية الفصيحة اللي كانت أيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبيها شوية صعوبة، ولهذا ويا اللحن راح تفهمها، ودائما بيها شرح، أكو بعض الكلمات اللي إحنا ما معتادين نستعملها. راح نرتب وراح تسمعوني أول مرة، ثاني مرة راح أرتلها بطريقة بطيئة حتى تردد ورايا، لأن إحنا هذه السورة للحفظ والشرح، للحفظ والشرح. واجبنا بعدين راح اقول لكم اياه، لان هي راح نكتبها ونحفظها. فهسه نسمع، من تحفظون راح اعلمكم طريقه، من تحفظ لا تعتمد انت شلون قريت او احد قرا لك اياها ما يرتل بس يقرا قراءه، انت هسه شاطر تعرف كله على اليوتيوب شلون تطلع، راح تكتب على اليوتيوب سوره الشرح، راح تطلع عده قراء، هذول القراء اللي نسمعهم حلو هو يا اكو احمد العجمي، اكو العفاسي، اكو السديسي، اكو ماهر المعيقلي، اكو اللي اصوات بصوت اطفال همين يرتلون.
الصوت اللي تحبه ظل اسمعه. لما تحفظ سورة، احنا هاي راح نتعلمها دائما، لما احفظ سورة افتح اليوتيوب واقولها ماما انا راح افتح اليوتيوب على مود الدرس، وهي كلش راح تفرح. افتح اليوتيوب واسمع، ويا ما اسمع ابدي احفظ 10 مرات، مرتين، 3، حسب ما انت تقدر. اسهل لك وافضل، راح تتعلمها رأسا بالصورة الصحيحة. قبل ما اقرأ اكو فد تفاصيل بسيطة، راح تلقي ست هنا ليش وقفت، ست هنا ليش سوت فتحة، هنا ما سوت فتحة. اكو قواعد وقوانين تخص قراءة القرآن. انتو بعدنا صف ثالث، فاني ما راح ادخلكم نشرح بقواعد قراءة القرآن، لان بيها شوية صعوبة. مجرد انت مثل ما تسمعها احفظها، كل ما تكبر ان شاء الله، خاصة ما راح تدخلون متوسطة تكبرون بخير وسلامة، واعدادية راح يبدون كل سنة يشرحوا لكم بعض هاي القواعد، فراح تقول صح احنا كنا هيك نقراها. بس هسه عليكم مجرد انتبه، يعني ابسط شيء، اني ترى عند نهايات الايات ما راح اقرا هاي الفتحة، نهاية الاية اقولها السكون هادئة بدون حركة. هاي من الامور البسيطة، باقي الامورات شوية صعبة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أنت مو شرط تسويها مثلي، حتحاول، ما قدرت مو مشكلة، إحنا خلال السنة إن شاء الله راح نظلظل، راح تلقي نفسك شوية شوية بديت تقرأ مثل تقرأ بطريقة الترتيل، مو شرط مثلي، يعني مو أحسن وحدة بالترتيل، بالعكس كل الشيوخ ذوك حتى طريقتهم تجويد. هسه راح أقرأها ببطء، أنت أنطيك مجال عيدها ويا نفسك، أنت طالبي طالبتي العزيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. حبايبي من راح تحفظوها، لأن هي هاي واجبكم على الدرس القادم إن شاء الله، اسمعها من اليوتيوب ما ننسى. هسه راح نشرح نشوف معانيها، هاي بعض الكلمات اللي احنا مو كلش نعرف معانيها. راح نشرح معاني الكلمات، راح تلقيها بالصفحة اللي بعدها، راح تلقيها بصفحة 5. معاني الكلمات، حاط لك الكلمة اللي موجودة بالقرآن الكريم ومقابلها معناها. ألم نشرح لك صدرك، هو أصلاً السورة سورة الشرح رب العالمين كان دا يتكلم بيها ويا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى يقول لقد جعل الله قلبك منفتحاً سمحاً، يعني فرحان سعيد يا محمد لتلقي الوحي ودعوة الناس إلى الإصلاح، حتى تكون مرتاح وسعيد فتظل تستمر عندك طاقة حتى بعد تعلم وتفهم الناس. ووضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك المتاعب والمصاعب، المصاعب والمتاعب، المصاعب والمتاعب يعني المشاكل، لما أحد يجي يأذي، لما يضوجه، دائما كان رب العالمين يحل إياها بسرعة حتى هو يكون مرتاح. أنقض ظهرك، ثقل حمله عليك، الهموم، وما يقصد الثقل الحجر أو شيء، الهموم الإنسان من يكون عنده مشكلة أو هم أو شيء خايف شو راح يصير، يبدي شوية شوية يحزن ويحس هاي شو راح أحلها،
هذا يقصد به. ورفعنا لك ذكرك، جعل الله ذكرك عاليا، ذكرك يعني اسمك يا محمد، إذ يذكر اسمك في الأذان، من يأذن الجامع شي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي الصلاة أنت من توقف تصلي تكمل توصل للتشهد تشاهد، وبعدين بعدها نقرأ دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل. إذا إحنا دائما بذكرى، ما نقدر نتوقف عن ذكرى. وفي الشهادتين يقصد التشهد. العسر الشدة والضيق، يعني المشاكل والآلام المتعبة، أو مرات فقدان شخص ووفاة شخص، هاي أيضا من الأشياء المهمة اللي تحزن الشخص. اليسر السهولة والرخاء، اللي هو مرتاح ماكو مشاكل وسعادة وكشي كشي كل شيء لطيف، ونحن دائما الحمد لله رب العالمين رازقنا كل شيء حلو. فانصب، فانصب اجهد نفسك بالعبادة المستحبة بعد الفرائض، يعني اجتهد بالعبادة المستحبة. شنو عبادة مستحبة؟ العبادة المستحبة الله فرض علينا 5 صلوات، هذه فرائض، هاي واجب علي أنا لازم أسوي. الزيادة هذه من عندي، أكو ناس تحب تصلي زيادة 2 ركعتين 4 6، إلها تسميات هواية، بس أنا أحب بعد أصلي، لأن أنا في كل صلاة أنا عندي لقاء ويا رب العالمين، فأحب أصلي أدعي أسوي الدعاء. هاي التسابيح سامعين بيها من يقول سبحان الله والحمد لله، هاي كلها عبادات زيادة ومستحبة. بعد قراءة القرآن، بس هي الصلاة هي واجب علينا اللي هي 5، هاي ما بيها مجال أترك وحدة وأقول عاجبني، زيادة زيد إيش قد ما تحب. وإلى ربك فرغب، توجه إلى الله بالشكر والعبادة، يعني الحمد لله والشكر والدعاء، ندعي من رب العالمين كل الأشياء اللي نحبها. طبعاً أول شيء دائماً الدعاء، ما ننسى إنه إحنا ندعي للآخرة، يا ربي اغفر لي واغفر لأمة المسلمين. وبعدين أبدي أطلب مثلاً شغلات اللي أنا أحبها، يا ربي احفظ لي ماما بابا كلنا بصحة وعافية، ما حد يتمرض، واحفظ أمة المسلمين. دائماً لما تذكر أشخاص ما تعرفهم أو تدعي لأشخاص شوية أبعد عنك، رب العالمين يعطيك أجر زيادة. التسبيح وقلنا سبحان الله والحمد لله. الصلاة المستحبة إن الصلوات اللي بيها زيادة. بالمعاني هاي احنا بعدين راح نحفظها، احنا الواجب مالتنا اليوم بس السورة نحفظها، سورة الشرح. المعاني هنا راح نرددها بالصف طبعا، وهمينا راح تحفظوها. بالنسبة لكم المعاني كلها هي حتكون هنا، اريد اشركم لقد جعل الله قلبك مفتحا سمحا يا محمد الى هنا احفظ زين. رفعنا لك ذكرك هنا، جعل الله هاي كلها كاملة، وهذولا كلهم كاملين، بس هذه إلى هنا كلش كافي، حتى شوية نخفف عليكم لأن أنتم مفتهميها. هسا قرينا رتلنا سورة الشرح، سمعتوها راح ترددوها، يا هاي واجبكم حفظ. افتهمنا المعاني، راح أشرح شيء بسيط من الشرح حتى الدرس اللي بعده نكمل الشرح ونحل المناقشة. أنتم هنا راح تلقي عندك مكان شرح يسموه المعنى العام، يعني شنو المعنى مالت السورة. المعنى العام، نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الناس إلى الدين الإسلامي، كان أكو أنتوا تعرفون بالقصة أكو مجموعة اللي هم الكفار، كفار قريش اللي ما يقبلون يآمنون، كانوا دائما يضوجوا يسووا له مشاكل، حتى بعض الأحيان يضربون بعض المسلمين، فهو كان مهموم وحاس بالضيق وتعبان. بعد فترة بدأ العدد يزيد مع المسلمين، فرب العالمين ينبه نبينا محمد يقول له شوف انت قبل كنت كلش تعبان وقلبك ضيق وبدأ تحس بشدة وضيق، بس بعدين بدأوا المسلمين يزيدون، فمن زادوا المسلمين انت مفروض تفرح ترتاح، افرح انه هم يزيدون، فهاي نعمة طبعا، من يزيد عدد المسلمين هاي من اكبر النعم اللي نكون. فهيك انت راح تصبر على هذول، مو مشكلة ايش يسوون، انا المهم عندي الشيء زين. دائما من نسوي شيء نباوع على الشيء اللي سويناه الايجابي نسميه، عشان اوضح لك اياه. مثلا انت دا تكتب الصفحه، بنص الصفحه بالسطر انعوج القلم او صارت عندك شخبوطه، مو اظل ضايج اني الصفحه على بس هاي الشخبوطه، لا انا اقول كتبت صفحه كامله وسويتها حلوه، هاي المكان مو مشكله، اذا اباوع على الجزء الحلو الكبير، وهي بسيط قدرت امسحها قدرت، ما قدرت ما راح تخرب الصفحه كلها، اني جهودي بينت. اذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه افرح بالجهود مالتك، انت اللي سويته هوايه مو قليل.
رفع عنك الهم والمصاعب وبدأوا المسلمين يزيدون. يرجع يقول رفعنا لك ذكرك، ذكرك قلنا اسمك، يعني المسلمين يذكروه بالصلاة ويذكروه من يتشهدون ويذكروه بالأذان بصوت عالي. إذا هاي من أهميتك عند رب العالمين وأهميتك عند الناس وحبهم لاسمك. رفعنا لك ذكرك. بعدها شوف هاي مال التشهد. بعدها إن بعد العسر يسرى، هاي حبيبنا محمد يقولها وللناس دائما من أكو مشكلة أكو ضيق اتأكد إنه بعدها راح يجيك الفرح والهدوء. بعض الناس تقولش أنا صار عندي وفاة قبل راح يرجع الميت، لا بس أنت شوية شوية راح رب العالمين يهدئك، لأن هو هذا أمر رب العالمين اللي الكل راح تروح، فتبدي ترجع شوية شوية تغير جو. بعد العسر والشدة والضيق والمشاكل دائما يجي الفرح والسرور. فرجع أقول له إذا خلصت كل الفرائض، طبعا دائما نقول هي كلام للرسول وطبعا للمسلمين يعني احنا اتباعه، اذا خلصت صلواتك الخمسة وانت ملتزم بيها كمل اشياء مستحبة عبادات مستحبة طبعا بكيفنا، بس هي الناس يعجبها الزيد صلاة الزيادة قلنا التسبيح الدعاء اي شيء. الدرس اللي بعد ان شاء الله راح نعيد الشرح وراح نحل هاي المناقشة اللي راح اشرح لكم الحل مالتها ونحلها بالدفتر ان شاء الله حتى نحفظها باللي درس بعده. بس سنرجع على اهم شيء عندنا السورة راح اقرا لك اياها اخر مرة حتى انت تروح تحفظها عزيزي الطالب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. شوف مرتين يقول إن مع العسر يسرا، لا تقلق ولا تخاف، رب العالمين هو دائما يحلها بالنهاية. أشكركم اليوم الدرس وأشوفكم بالدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.